مجددا. رسميا النجمة ميرجي أقلاي تنضم إلى طاقم عمل مسلسل الصيف الأخير في موسمه الثاني، وستكون النجمة ميرجي أقلاي إلى جانب النجمة علي ألطاي، وسيكون دور ميرجي هي ضابطة مخابرات تساعد المدعي العام سنين في مواجهة عدو قوي، سوف يكون من ضمن الأحداث الجديدة في الجزء الثاني. ممثل سرب لافاندوغلو هو أحدث الشخصيات المنضمة حديثا إلى مسلسل الصيف الأخير، والذي سوف يقوم بشخصية أحد رجال المافيا الأقوياء، والتي سوف تتصدى لهم شخصية سارة التي سوف تجسدها النجمة ميرجي أقلاي، وهي سوف تقوم بمساعدة النائب سليم في القضاء عليهم. ومن المعروف إن سرب لافاندوغلو هو طليق النجمة ميرجي أقلاي التي انضمت أيضا إلى المسلسل، ولكن العلاقة بينهم جيدة وشاركوا معا في عدد من الأعمال. أذكر إن ميرجي أقلاي وسرب لافاندوغلو كانا متزوجان عام 2014، واستمر زواجهما إلى 2017، ثم حدث الطلاق بينهم، ولكنهم ظلوا أصدقاء وشاركوا معا في مسلسل وفيلم بعد الطلاق، ويعتبر مسلسل الصيف الأخير هو العمل الثالث الذي يجمعهما معا. مسلسل الصيف الأخير من المسلسلات التي حصلت نسبة مشاهدة جيدة، وهذا ما دفع القناة إلى تجديد المسلسل بموسم ثاني. وهناك أخبار تم تداولها أن الموسم الثاني سيكون مختلفا جدا عن الموسم الأول، وسوف يكون هناك أحداث قوية وأكبر. سوف تدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل في أسطنبول وليس في أزمير كالموسم الأول، وسوف يبدأ الموسم الثاني بقفزة زمنية معينة، وبحسب كلام الكاتبة القفزة الزمنية ستكون سنتين فقط مع بداية الموسم الثاني، وستكون هناك انضمامات جديدة للعديد من الممثلين ومنها عائلة شخصية سونار. قناة فوكس تخطط لتغيير يوم عرض المسلسل من يوم الجمعة إلى يوم السبت، ولكن حتى الآن لم يتم تأكيد هذا الخبر بشكل رسمي. إن قناة فوكس تقوم حاليا بإعادة حلقات الموسم الأول من مسلسل الصيف الأخير يومي السبت والأحد. ومن المعروف إن مسلسل الصيف الأخير قد حصد أفضل سيناريو وأفضل قصة جديدة لهذا الموسم.